هذا الميساج نتمنى يوصل لرئيس شبيبة القبائل ياريشان. يا سي ياريشان، انت على بالك باللي جمهور شبيبة القبائل انه يموت على الفريق تاعه ويحبوه حب؟ هاك على بالك، باش ما ندخلوش في التفاصيل. وتقريبا قاع انصار الشبيبة في قاع انحاء الوطن ما نقولوش متعصبين للشبيبة، ما نقولوا انهم يحبوها حب شديد. يا سي ياريشان، اذا شفت روحك انك ما تقدرش تسير الشبيبة، ما تتركهاش ايادي ناس باش تنتقم منها. يا سي ياريشان، جمهور شبيبة القبائل يقدر وحده يدعم الشبيبة. يا اخي لا شفت روحك ضغوطات وقدامنا، على بالنا والغاشي قاع على بالو انك مناصر وفي للشبيبة وتحبها، وانا شخصيا تحددت معاك وعلى بالي انك تحبها حب شديد، ومدى بيك تلعب دائما المراتب الاولى وتحصل على البطولات. شبيبة القبائل اللي كانت دائما ترفع الراية الوطنية ومشرفها البلاد، يا سي ياريشان اذا سلمتها سلمها لشركة وطنية، على الاقل ما يكونوش مشاكل داخلية وما تكونش تفرقة، وما يجوش ناس على جال المصلحة تاعهم. احنا ماذا بينا نشوفوا الشبيبة تاع بكري اللي كانت دايما ترفع الراية الوطنية في المحافل الدولية. يا سي ياريشان تعيش، ما تخليهاش في ايادي. ما نقولوش باش ما ندخلوش في ديطاي، راح تنتقم الشبيبة، خليها في ايادي امنة، سلمها لشركة وطنية، على الاقل راح تحسن سيرها ويكونوا اللاعبين في أريحية، حتى المسؤولين، حتى الرياضات الأخرى. الحمد لله إن شاء الله الملعب قريب يكون، الشبيبة داخلة على بطولة إفريقية، على الأقل تمثل الراية الوطنية أحسن تمثيل. تعيش يا ياريشان، على بالنا أنك محب ومخلص للشبيبة، وعلى بالنا ممكن تسير جاك كبير ولا دغ. المهم ما تسلمهاش لأي ين كان، سلمها الأيادي آمنة، مؤسسة وطنية تكون لا بأس بها، تفتح رأس المال، والشركة اللي تقدر تدفع أكثر هي اللي راح تسير الشبيبة، وممكن أنك تكون عضو نومبر في الشبيبة وهكا تمد الخبرة تاعك وتاع واحد أخرين. المهم ما تسلمهاش الأيادي غير آمنة. سلام.